عرض مليء بنوستالجيا أغاني الثمانينات والتسعينات التي حققت نجاحاً في لبنان، صاغه الملحن والمؤلف الموسيقي ريان الهبر من أليفه إلى يائه، وقدمه للجمهور بقالب كوميدي ساخر بعنوان استوديو النجوم، وهو يعيدنا إلى زمن برامج اكتشاف الهواة. عرض بيسموه بارودية، يعني استهزاء. البارودية هو برا بيعملوا يعني إذا بدك بيتناولوا موضوع بس بشكل كوميدي. عم نتناول موضوع البرامج اللي انتشرت بعد اتفاق الطايف، مثل استوديو الفن وكأس النجوم ونجوم المستقبل وجار القمر. المسج أنه نحن نرجع للزمن السبعينات على أيام استوديو الفن تنقدر نرجع هذه الذاكرة الحلوة القديمة. فكرة جديدة ومهضومة وصراحة ما نعمل مثلها قبل هلا. نحن عم نلعب أدوار الثمانينات، بس هن نحن الثمانينات هن كانوا ما بيضحكوا عن جد، كل واحد كان عنده كاركتر. أنا عم بلعب أربع كاركترات، عندك صباح، سميرة توفيق، مادونا، ونوال الزغبي، ونجوى كرم، خمس كاركترات. الموسيقى هي الأساس، لكن تم تطعيم العرض بحوارات حملت رسائل سياسية مبطنة وذكية. خلونا نغني بعض غناية، ما نحن محرومين. يا ابن رجع على محلها، خلينا نكمل قصيدة. يا اخي بده يغني، بده يغني، هذا محسوب علينا. بأمرك بأمرك. طبعا بأمري. بالتسعينات معروف مين كان ماسك البلد؟ السوريين أكيد. عرض مختلف عن السائد، أضحك الجمهور من جهة وأطربهم من جهة أخرى، وذكرهم بماض فني جميل وسياسي مر عاشه البلد. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.